العواصف الغبارية والرملية جزء من تكوين الأرض ومن حيوية الأرض. المنظمة العالمية للأرصاد والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة استشعروا أنه في هناك زيادة ملحوظة. طبعا ما يتكلمون عن منطقة معينة، بشكل عام عالميا هذه الزيادة جت نتيجة للنشاطات البشرية، منها مثلا تجريف الأراضي، العبث، التصحر، قطع الغابات وغيرها من الإجراءات اللي فأنشأوا المراكز هذه، مو لأنه يتخلصون من العواصف الغبارية والرملية نهائيا، ولكن أن يخلونها ضمن معدلاتها الطبيعية. العواصف الغبارية والرملية هي مهمة زي ما هي مضرة، هي مهمة. يعني تنقل حوالي 500,000 طن من المغذيات والمعادن إلى البحار.